شايفين نفسكم فين وشكلكم هيبقى عامل ازاي؟ قول يا شيري مالك يا حبيبتي؟ ازاي شايفه نفسي بعد سنين؟ لا شايفه نفسي ست لطيفه فيها فيها سحر خاص. يعني دايما عندي الاحساس ده ان انا هيبقى عندي سحر خاص بي انا. يعني هشوف علامات الزمن دي اللي هي هتبقى باينه عليا بالضروره، مهما كنت انا مهتمه بنفسي، مهتمه طبعا باكلي، مهتمه بالرياضه، ده هي اخر يعني الرياضه والاكل كويس، عدم التدخين، عدم السهر، كل الحاجات دي بتاثر طبعا، بتخلي شكلك اصبى من الصحه كمان. يعني لو انا مثلا في الستين وباين عليا ان انا خمسينيه هتبقى حاجه كويسه، هحس انه علامات الزمن مدياني طابع خاص، حاجه تخصني انا، فيها حاجه كده بتاعتي انا. يعني لا مش متوتره قوي، بخاف بس من دايما منطقه العين، دايما منطقه العين او التاثر منطقه العين للزمن دي اكتر حاجه بتقلقني، لكن اي حاجه تانية لا. هنضرب بقى حقنه كده، نضرب حقن دلوقتي. ايوه ستين هنعمل ايه؟ لا انا شايف نفسي بامر الله يا رب، يعني اهم حاجه الصحه، وشايف نفسي ابقى في المزرعه اللي انا بحلم بيها وقاعد وبشتغل بايدي او بشرف على ناس. تعمل ايه بايدك؟ هتزرع؟ ازرع الاكل اللي انا عايزه، ازرع الخضار، واربي مواشي، واربي طيور، عايز اعمل برج حمام، وعايز اعمل مزرعه فراخ وبط ووز، واعمل للبط والوز والفراخ بحيره صغيره، واعمل شجر، واعمل ما بين الشجر قعدات.